محطتنا الأولى لليوم عن العطاء بأجمل صورة، وضيوفنا لليوم اختاروا رسالتهم بالحياة تكون هي إنسانية، وكل عطاء ومحبة مليانة بالحب والدفى. خلينا نرحب بالسيدة أمل صقر، أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير، وأيضا بالأستاذة عطاء بشارة حسواني، مدرسين بمعهد المكفوفين، صباح الخير أستاذ عطاء. صباح النور، صباح الخير ست أمل، صباح النور، يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. خلينا بالبداية نحكي ست آمال عن هيدا العمل، أساسا في رسالة إنسانية، ليش اخترتي هيدا المجال والرسالة الأساسية منه؟ هلا أنا ما اخترتها، كنت عارفين إني بدي أوصل لهون. توظفت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي مسؤولة عن ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. توظفت بالبداية بالعاجزين، بالشلل الدماغي، صم وبكم، بعدين رسيت بالمكفوفين 20 سنة الأخيرة من عملي. فالمكفوفين هني كانت يعني الوقفة الأهم بحياتي. بديت معهم بالأول، في كانت هي مغامرة، لأنه أنا ما كان بحياتي في مكفوفين تعامل مباشر. تعاملت معهم بأول شيء بقلق، بشوية رهبة، بعدين لا يعني صرنا كتير منسجمين مع بعضنا، وبدت الحياة معهم تاخذ شكل آخر. نعم أستاذ عطا، صباح الخير. صباح الورد. يعني خلينا هيك بالبداية نحكي عن مسيرتك التدريسية، وكيف يمكن بتعطي الأشخاص الدروس بمدرسة المكفوفين، كيف بتتعامل أيضا معهم، كيف بتوصل المعلومة، وقديش صار لك خبرتك بهالمدرسة وقت؟ شكرا، يسعد صباحكم. صباح الخير. كان سقراط بيدعي لنفسه انه هو مثل الداية القابلة اللي بتساعد الاخرين على توليد الافكار. المدرس هو هذا الشخص يلي مو فقط بيساعد التلاميذ والطلاب على توليد الافكار، هو بيمنحهم مفهوم ولادة جديدة. فالتدريس هو هي المهمة الانسانية يلي هي ليست مجرد إلقاء موضوع قدام التلاميذ. صحيح. أو قدام الطلاب أو حتى في الجامعة. فهي متعة التدريس للي بيقدر يعرف هيك. فأنا متعتي بالتدريس مع التلاميذ اللي عندهم إعاقة بصرية أو غير إعاقة بصرية، هي أنك تقدري تصنعي منه مولود جديد. فهذا القيمة اللي أنا بظنها بحسب رأيي قيمة التدريس. طيب استاذ عطا، حضرتك درست بالمعهد وصرت مدرس، يمكن هون الموضوع صار مختلف بطريقه التدريس، يمكن بتحس بالناس اكثر، او يمكن التفاعل حتى الرساله الانسانيه بتكون بطريقه مختلفه معك. انا اسف، انت بتعرفي حضرتك انا كنت بقدر شوف لاسباب صحيه، يعني عمل رياضي مجهد لإلي بدون احماء، فسبب لي نزيف دم. هلا هو اللي عم يحرمني من الرؤيه، فانا دراساتي درستها وانا بشوف. فانا تقريبا جديد على معهد المكفوفين، مشان هيك انا بتعامل معهم اكثر، بحس بالجرح، بحس أكتر. بالجرح يعني حدا كان بيشوف انا وبطلت شوف، فبحس بالجرح، فمشان هيك انا اكثر تعاطف وانحياز غير موضوعي لمصلحة التلميذ. إيه؟ عند التلميذ ولد ما بيقدر يشوف أو عنده ضعف بصر، طيب أنا ما بعمل تنمر على التلميذ. صحيح. أي هيك. تمام. ست أمل، خلينا نرجع لعند حضرتك ونحكي عن طرق التدريس بالمعهد وطرق يمكن إعطاء الدروس. نعم. للطلاب المكفوفين ومستويات الذكاء. صحيح. ومستويات النجاح الكبيرة يلي عم تكون بداخل المعهد. أنا مدرسة جغرافيا، معروف أنه مادة جغرافيا مادة علمية. صحيح. يعني صعبة على المبصر، فكيف المكفوف؟ بنحاول قدر الامكان نوصل له المعلومه حسب المتاح، يعني وسائل الايضاح، وسائل التعليميه المتاحه لنا مش كثير يعني بتناسب المكفوف، بس بنحاول نصنع نحن ايضا وسائل يعني نوصل الفكره لهم قدر المستطاع. طلابنا كثير اذكياء، يعني عكس ما الناس مفكرين انه هن شوي بدهم تعامل خاص. لا، عندهم قدرات، تعامل عندهم قدرات رهيبة. صحيح. وأنا بحضر الدرس بكتير بقوة، لأنه بيسألوك كتير أسئلة، بدهم يعرفوا كل شيء، مطلعين، بيطلعوا كتير على المعلومات بالنت هلق كده،
فهني ناس ما فيك تمرقي المعلومة عليهم تمريق عادي، لا بدهم يوقفوا عندها يفهموها يسألوا ويجاوبوا، بدهم يقتنعوا، إذا ما اقتنعوا مشكلة. أحيانا بنروح الحصة كاملة على معلومة، لازم يقتنعوا، لازم يحسوا فيها. تفاعلي، فينا نقول تدريس تفاعلي بيكون نعم. كبير، ومثل ما قلتي يمكن هن عندهم قدرات نعم. يمكن إضافية، بتحاولوا بيركزوا على التركيز أكثر، الحواس عندهم الأخرى شغالة أكثر من الأشخاص الآخرين. قديش هون بيكون في مجهود كبير كمان لتوصيل الفكرة نعم. هذا التفاعل نعم. لتقدري يمكن فعليا تشتغلي على بعض التفاصيل نعم. المدرسين عندنا بالمعهد صحيح كتير عندهم إحساس بالمسؤولية تجاه الطالب المكفوف، لأنه الحصة الدرسية مش مثل المدرس برا. صحيح. المدرس برا بيجيب الأطلس بيحطه بيأشر وبينتهي الحصة. نحن لا، بدنا نتعب كتير، في مجهود كتير، أحيانا الحصة كلها بتروح على فقرة واحدة، فنعطي مجهود أكبر. في تفاعل كتير من الطلاب ما شاء الله عنهم، يعني هن طلاب بخلوك يعني تتفاعلي أكثر، ما بيخلوا الحصة هيك جامدة، بيستفزوكي، بيستفزوكي جداً وبيحطوكي على المحك. صحيح. يعني أنا أقولك بحضر الحصة بإحساس بالمسؤولية، ما في يعني فوت على الحصة وأنا مش محضرة، بدهم يسألوكي كتير أسئلة عميقة، بدهم يعرفوا كل شيء. طبعاً في مستويات، في طلاب أذكياء جداً جداً، في وسط، في اللي يعني شوي ضعف، بس الأغلب طلاب أذكياء جداً وبيحبوا يعرفوا كتير وعندهم روح المرح كمان كتير شغلة حلوة، بيحولوا الحصة أحيانا لمرح يعني، فكمان ممتعة الحصة معهم كتير. تمام. خلينا ننتقل عند الأستاذ عطا، يعني من وجهة نظرك هل صح أنه يكون في معهد مختص فقط أو هو بس يعنى بالمكفوفين، ولا لازم دمجهم بالمجتمع، ولا من وجهة نظرك بما أنه حضرتك صاحب تجربة كبيرة يعني كنت بتشوف، ولظرف صحي للأسف يمكن صرت بطلت تشوف، يعني الوجع زاد وهو يمكن أضعاف مضاعفة، فأنت برأيك هل صح أنه نحن ندمج المكفوفين مع الناس يلي بتشوف الأسوياء؟ الدمج ايه، انت قصدك الدمج بالمدرسه طبعا، يعني يكون بالمدرسه بالتعليم اكيد ايه، انه يكون بكل مدرسه فيها غرفه مصادر بسموها غرفه مصادر، ممكن مدرسه فيها عشرات او مئات الطلاب والتلاميذ يكون فيها تلميذ او اكثر عنده اعاقه بصريه هيك. شو رايك هلا بين ما يجب ان يكون وبين ما هو كائن؟ هلا ما يجب ان يكون اختبارات الاخرين انه نعم بيتم دمج المعاق باي اعاقه ضمن المجتمع وضمن التعليم وضمن فرص العمل. وكانت الدوله عنا ماشيه بهذا السياق، وفي بعض المدارس وخصوصا بحمص طلعنا من عده سنوات قبل الاحداث وتعرفنا على إحدى المدارس وعم يعملوا دمج بين مدرسة عادية وفيها بعض المعاقين بصرياً يعني إيه. بس هلأ ما هو الواقع الحالي هو نحتاج إلى إعادة تقييم. يعني ما بعرف، ما في عنا كتير مدارس المكتظة حالياً بعدد كتير كبير صحيح. من التلاميذ، يكون في من الاختصاصيين مين يقدر يعطي بغرفة مصادر لتلميذ عنده إعاقة بصرية مثلاً. طيب فالواقع هيك. أنت شو المادة اللي بتدرسها بالمعهد؟ هلا نشاط وأحياناً حساب وأحياناً أخرى إنجليزي. لما نقول نشاط وحساب يمكن مواد تفاعلية فيها تفاعل كتير كبير مع الطلاب، كيف فينا نحكي عن هيدا التفاعل؟ كيف بيكون تفاعل الطلاب؟ كيف يمكن تستفز الطلاب ببعض الأساليب التدريسية لتطلع فعلياً بتلاقي عندهم يمكن مواهب ومهارات أخرى وحواسهم بتشتغل أكثر من الكل، فبتلاقي ممكن يعني يطلع عندك مواهب، يطلع عندك صبايا وشباب بيمتزوا ببعض المهارات والنشاطات، كيف تشتغل على هاي التفاصيل؟ إيه صح، بتشكر كلمة التفاعلية، هي أنا بحبها، وأنا الحصة لما أنا بكون أنا وأنا أنتقد على هذا الشيء، أنا بعمل تعليم فردي وبرجع بكرر أنتقد أنا إيه، لأنه في مثل ما تفضلت الآن سي أمال مستويات شديدة التباين مع التلاميذ، فالتفاعل يلي بعمله مع التلميذ بدخل معه بعلاقة حب، فبيعرف اني انا بحبه، انا ما جاي اعمل عليه تنمر، وانا بقول له بدك بشكل طفولي يعني بدك تتعلم مشان يكبر عقلك، انا عم بحطه قدامي يتعلم
حرية الاختيار يتحمل المسؤولية، بدك بدك ما بدك طب انتحر. على هذا التفاعل هو أخلق يعني لديه الحافز لحب التعلم. وأنا كنت اندهش أحيانا بعض التلاميذ بيلحقوني بالأستاذ ما بدك تسمع لي جدول الضرب، لأنه صار يعرف أنه هو عم يتعلم جدول الضرب. هلا أنا بقول لكم شيء ممكن يكون مثير للضحك، بنعمل فتوش أو سلطة بالصف، يعني بنقول له أنت بدنا نعمل فتوش، كم بندوراية معك؟ أنت كم خيارة معك؟ قديش بنحتاج بندورة؟ قديش بنحتاج هيك؟ تقريبا بنقدر نحوله لتطبيق عملي. أحيانا بقول له طلعنا بالسيرفيس بده ياخذ 100 ليرة، نحن أربع ركاب، قديش بدنا ندفع له؟ فيتم استخدام مادة الحساب بالأمور اليومية. أنا بقول هذا التفاعل. صحيح. وبنبسط لما التلاميذ مثلا بالمدرسه حدا بيقول لي جود مورنينج، لانه انا بقول التفاعل بين المدرس والتلميذ يصنع الماده، لانه التلميذ حب الاستاذ او الانسب بحب الماده. فانا فعليا الاستاذ بيحببك بالماده. صحيح. يعني صحيح الاستاذ اساسا بيحببك من طريقه اسلوبه. صحيح. بالماده بحبب التلميذ. صحيح. وبلاقي نتائج، وفي تلاميذ لهلا صاروا طلاب وكبار بيقولوا الاستاذ تتذكرني أنا فلان عطيتني وقت الصف الرابع شهادة أني حفظت جدول الضرب، شهادة بسيطة هيك، بس هو لقاها حافز وتعزيز وتقدير. صحيح. فهذا أنا بسميه التفاعل مع التلاميذ. بس أنا آسف بدي أكرر، أوقات أنتقد بشدة لأنه التعليم الفردي بيعمل مشاكل، لما بدي أكون أنا مع تلميذ هون قدرته على الاستيعاب بطيئة، هنيك في تلميذ استوعب الدرس مثلا من اول مره او ثاني مره بده يمل وبيضوج. صحيح. بس لما بعطي درس واحد بمستوى واحد للجميع، انا اظن انه لا تصل المعلومه للجميع، في ناس بيستقبلوها من اول مره، في ناس بدهم ثاني مره، وفي ناس بدهم رابع مره، وناس سابع مره. نعم. ست أمال، خلينا هيك نعطي فكرة تعريفية عن المعهد أكثر، عن المواد اللي بتتقدم، كم صف موجود، يعني المستويات الموجودة، هيك خلينا نعرف كل حدا عم يتابعنا عنده ولد مكفوف كيف فيه ينتمي إلى المعهد أو يسجل فيه. هلا المعهد تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل عام، ومهق التعليم تابع للمنهج لوزارة التربية. في عنا مصف أول للبكالوريا، نظام مدرسي تمام، بس عنا ما في غير أدبي يعني. بعدين المواد العلمية شوي بصير بعد الـ11 صعوبة، وعنا كمان قسم مهني للي ما بينجح كتير في عنا قسم مهني ومبدعين بيبرعوا يعني بالأعمال اليدوية. في عنا أنشطة رياضية كمان جيدين، في عنا قاعة للمعلوماتية الحاسوب الناطق بيساعدهم كتير، عنا قاعة للموسيقى، عندنا مواهب كثير رائعه واصوات وعزف ما شاء الله، وكادر تدريسي وكادر اداري مهتمين جدا، وعندنا ايضا اخصائيات اجتماعيات مهتمين جدا وعندهم امكانيات رائعه، بيتواصلوا كمان مع الاهل، دائما عم نتواصل مع الاهل لنشوف مشاكل الطالب، بنعالج كمان مشاكل الطالب الاجتماعيه النفسيه، بندخل لحياته مشان يكون طالب ليش عنده هي المشاكل او كذا نساعده. عندنا كل الاختصاصات، مدرسين عندنا حتى مدرسين مكفوفين لغه عربيه لغه انجليزيه ما شاء الله عنهم، كمان مبدعين، كانوا طلاب بالمعهد، انا عندي طلاب هلا زملائي. انا صار لي 20 سنه بدرس في المعهد، فطلابي اصبحوا زملائي ورائعين جدا وبيعطوا قديش حلو هيك بحيوة. يعني بتلاقي كتير. سنوات الخبره بتحصد يمكن ثماره، وبتلاقي طلابك هن كمان زملاء لإلك عم يدرسوا بالمعهد. هي حلوة. حالة جميلة وصحية جدا، هي النقطة اللي ركز عليها المعهد، يؤمن فرص عمل. نعم. للطلاب قديش مهم. نعم. يعني دمج الطلاب بالمجتمع ليحس فعليا هو قادر. صحيح. هي المهارات والقدرات مو فقط فترة تعليمية وتمضي. أيوه. لأنه اساسا لازم تحفيزها وتطويرها بشكل مستمر. خليني عن هي الجزئية، تأمين فرص للطلاب. نعم. المعهد بيأمن فرص. هلا وزارة الشؤون الاجتماعية في عندها قانون 400 ملزمة كل الوسائل يعني كل الوزارات تعينه، مو بس بوزارة الشؤون. صحيح. ولا عنا هن من حقهم يتوظفوا بشيء بيناسب إمكانياتهم ووضعهم. في عنا موظفين بالمعهد بيستقبل يعني 3/4 المدرسين هلق مكفوفين، تعطينهم فرص وأبدعوا فيها يعني هن قد هاي المسؤولية كمان. في فرص لهم بالحياة، في عندهم مثلا هن فرص خاصة فيهم كمان. يعني هن بمعالج فيزيائي كتير بينجح الطالب المكفوف، فبروحوا بهذا الاتجاه. عندهم في ناس مواهب بالفن بيروحوا بهذا الاتجاه، بس المعهد
لا بقدم كثير فرصة عمل. تعمل عملية تشبيك خارج المعهد للطلاب؟ عملية تشبيك يعني خارج المعهد؟ ايه في عمليات تواصل مع وزارة الشؤون يعني تشبيك ببعض المؤسسات او القطاعات، لانه مثل ما قلت في مواهب وقدرات ومهارات فعليا صحيح. قوية. في هذا موجود كثير، ووزارة الشؤون كثير بتعنى بكل اصحاب الاعاقات وذوي الاحتياجات والمكفوف، يعني ضمن المتاح طبعا، ما بدنا نقول انه الوضع يعني كثير، بس ضمن المتاح بهي الأزمة وكذا، كان نحن معهدنا الطلاب يجوا من المحافظات عندهم مبيت، عندهم مكتبة، عندهم مطعم، عندهم كل شيء. بالأحداث شوي الوضع تغير صحيح. بس أخذين حقهم بما يتناسب مع الوضع الحالي. تماما. يعني بنهاية حديثنا بدنا نتشكرك كثير ست أمال صقر وسيد عطا بشارة حسواني، مدرسين بمعهد المكفوفين بدمشق. شكرا للإعلام السوري اللي دائما بيضوي علينا وعلى همومنا. شكرا كثير. أهلا وسهلا فيكم، ميرسي شرفتونا، وموفقين بخطواتكم اللي جاية. شكرا لكم. شكرا لكم، كنا سعيدين اكيد بوجودكم. تحيه لكل كوادر المعهد، يمكن مجهود جبار عم تقوموا فيه. شكرا كثير لكم. يا اهلين، يعطيكم الف عافيه.